مشاهد لا تخلو منها شوارع العاصمة، نفايات أصبحت جزءاً من الديكور العام. عدم احترام البعض لأماكن وضع القمامات ومواعيد إخراجها زاد من تفاقم الوضع وجعل المواطن المتهم والضحية في نفس الوقت. كان ديال الواد وين فريمون كيشتغل الحطب البيادن التغشيات الحبير كنت كانوا من يحفروا يخلوا الحبير هكذاك ويروحوا سي فيد سا مونك بوكو مخطوط بزاف بزاف. Tous ces espaces nous appartiennent à nous tous. Ils nous respectent parce que تاعنا كامل. تاع الجنينه من العشية تجوزي تشوفي لي غوبلي تاع القهوة، لي غوبلي تاع لاتاي، لي ساشي تاع الشيبس كيخرجوا دراري من المسيد. وضعية شوارع العاصمة باتت تعكس سلوكيات لا حضارية، زادت من صعوبة تسيير السلطات المحلية للنفايات ببعض الأحياء. رغم الجهود، رغم كذا، ما نقدرش نقول لك بلي رانا لحقنا 100% عندنا ثغرات كما موجودة في أي بلدية. لي زونجان كاين، الرافعات كاين، الشاحنات كاين، ولكن لما ترفع اليوم الاكسترانات شركة الاكسترانات ديال الدورية تاعها عندها دي زورير فيكس، عندها ساعات يعني محددة. مثلا الكارتي هذا تجوز له على الزوج تاع الصباح ولا على ثلاثة، تجوز على الزوج تاع الصباح، على السبعة تاع الصباح الناس تروح للعمل تاعها، يحط الساشي تاع القاذورات تاعو هذا يزيد يحطها في المكان. وأمام انتشار الأوساخ بطريقة عشوائية، تقوم شرطة العمران وحماية البيئة بتكتيف خرجاتها الميدانية للوقوف على سير عملية رفع النفايات وجل المخالفات المهددة للبيئة والصحة العمومية. قبل السبعة صباحاً لازم تكون جمع النفايات في الطرق الرئيسية تكون سيبان، يعني قاموا العمال قاموا بالعمل تاعهم. في حالة تسجيل تأخر في رفع هذه النفايات يتم تبليغها إلى رئيس المجلس الشعبي بنتصلوا بهم هاتفيا على هذه المصالح اللي تأخرت في رفع النفايات. جينا تبليغات شكاوي باغيزامبل يقول لك اليوم ما هم لي كولا صافي دو جور ولا ما جاش لو كاميون في لي كارتي كالكو كارتي. حنا نروح نعاين نشوف بلي اسكو فريمون هادوما الخدامه ما جاوش ولا ما خدموش خدمتهم. هنا ديريكتومون ندير تقرير يرسل الى السيد الوالي ولو بي بي سي رئيس المجلس الشعبي باش يحط المصالح تاعو ما يعاودوش يكرروا نفس الغلطه. وقف الاعتداءات على البيئه وتشويه المحيط من خلال فرض غرامات ومتابعات قضائيه بحق المخالفين لشروط النظافه خصوصا في الاماكن العموميه بات ضروريا في راي البعض. يفرون بوالي لا فورس يزيم يتعاقبوا، رميت حاجه يا ترفد يا 5000 يا انسي سويت وبعد طلع 100 دينار كيما داروا بور لا سينتور دو سيكوريتي. ولأن العمل على توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة والمحيط يسبق الإجراءات الردعية، جهود شرطة العمران وحماية البيئة آتت أكلها هنا بحي عدل ببلدية العاشور، أين تجاوب السكان مع عملية فرز النفايات ومواعيد إخراجها. لا بلوبار تاع الناس هنا يعني سيفيك، يعني كي نشوفو نهضرو ما بيناتنا والآخر، أون دوموند با ميو كو نكونو في محيط يكون مليح. وحنا كما قلت لك الاغلبيه تاعنا اون فو كونتريبيي ا لاميليوراسيون دو لانفيرونمون. الحمله التحسيسيه اللي كانت بالتنسيق مع السلطات المحليه يعني خذات صدى في هذا الحي، يعني الناس راهي تحترم وقت وضع الاخر رمي النفايات، ونفس الشيء بالنسبه يعني العمال تاع الاكسترانات يرفدوهم في الوقت. عملية الحفاظ على البيئة ونظافة المحيط عملية اجتماعية تستلزم تكاتف جهود الجميع من خلال التحلي بحس مدني يكفل إعادة البريق للجزائر البيضاء.